في الأرجنتين، نجم التنس السويسري روجيه فيدرير يلعب مباراة استعراضية مع الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو. اللاعبان يلتقيان اليوم بعدما تواجها عدة مرات في منافسات رسمية. فيدرير أكد رغبته في الاستمتاع باللعب وكذلك بالأجواء الساحرة بدول أمريكا الجنوبية وتناول الأطعمة الشهيرة بهذه المنطقة من العالم. فيدرير استهل جولته اللاتينية بزيارة إلى البرازيل حيث شارك في بطولة استعراضية حملت اسمه. فيدرير فوجئ خلال المؤتمر الصحفي بمشجع يرتدي قناع لوجه اللاعب السويسري وبدا المشجع وكأنه نسخة ثانية من فيدرير.